طبعا دولة الاحتلال التركي دائما تسعى جهة من أجل ضرب أمن واستقرار المنطقة، وخاصة يعني رأينا مؤخرا آخر أعمال إجرامية في حق جميع الشعب دون استثناء أو دون تمييز بين مكون أو مكون آخر، وهذا ما حصل في تل تمر ومدينة غامشلو ومنبج وبالأمس في شنغان. طبعا تسعى لضرب أمن استقرار المنطقة وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، إضافة إلى أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها تسعى جاهدة من أجل تغيير الهوية الأصلية لجميع الأراضي المحتلة، وخاصة في مدينة عفرين. يعني مارست جرائم غير إنسانية وغير أخلاقية، وخاصة في من عمليات اختطاف واغتصاب وقتل الناس الأبرياء وتدمير أضرحة ومزار الشهداء، طبعا تحت أي بند أو يستندون في أي بند أو أي دين أو أي عرف أو أي أخلاق في أعمالهم الإجرامية هذا، ويدعون بأنهم دولة إسلامية. هل للمقابر وأضرحة الشهداء ليس لها حرمة؟ كيف يعملون هذه الأعمال الإجرامية بدم بارد ودون الشعور بأي مسؤولية؟ إضافة قامت أكثر من منظمة حقوقية وإنسانية برفع شكاوى إلى الأمم المتحدة من أجل الوقوف على أعمال الدولة وإجرام الدولة التركية في المناطق المحتلة. طبعا في عفرين قاموا بالعبث بالمزار الشهداء وبناء أسواق للمواشي وأسواق أخرى فوق رفات الشهداء. طبعا من الرغم من الشكاوى التي رفعت إلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إلا أنها هذه المنظمة والأمم المتحدة تقف وقفة الصمت أو وقفة الشريك مع هذه الدولة في إجرامها على المناطق المحتلة. طالب من جميع المنظمات وحقوق الإنسان وأصحاب الضمير الحي للحد والوقوف والوقفة الجادة أمام هذه الأعمال ومعاقبة الدولة التركية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم اللا إنسانية في المناطق المحتلة.